نتسارين كانت على ميعاد مع رشقة صاروخية أطلقتها كتائب شهداء الأقصى باتجاه قوة راجلة وغرف قيادة وسيطرة الجيش الإسرائيلي في المنطقة باستخدام صواريخ 107 اللي بتحمل رأس حربي بوزن 3 كيلوغرام يصل مداه الأقصى لأكثر من 8 كيلومتر إلى جانب طبعا قذائف الهاون من العيار التقيل. تعالوا نشوف الفيديو اللي بثته الكتائب.